السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميع الإخوة والأخوات المتابعين، بارك الله فيكم جميعا. في عام 1994 في العاصمة السورية دمشق وفي أحد محلات الصاغة، أبو هاني أحد أصحاب هاي المحلات. طبعا أبو هاني رجل طيب وغني وثري جدا. في أحد الأيام جالس أبو هاني ودخل عليه ثلاث أشخاص، امرأة ورجلين، دخلوا لعند أبو هاني وحاملين معهم صندوق فيه بعض المجوهرات والذهب، وطلبوا من أبو هاني أنه يشوف لهم الذهب هذا، وهم عارضين الذهب هذا للبيع. فقالهم بدكم يعني تبيعون هذا الذهب ولا تفحصونه ولا كيف؟ فقال لا، احنا ودنا نبيع هذا الذهب. فبلش أبو هاني يفحص هذا الذهب، هل هو حقيقي، هل هو تقليد، هل هو كذا، يعني الإجراءات الروتينية اللي المهمة أيضا اللي يجريها الصياغ لحتى يكشفون على الذهب، لأنه تحصل كثير من الأمور أنه ممكن يجي بعض الأشخاص يعرضون ذهب روسي أو ذهب يعني غير حقيقي. فبدأ أبو هاني فعلا يفحص هذا الذهب، طلع الذهب كلياته حقيقي، وبدأ يزين هذا الذهب ويتفحصوا قطعة قطعة لحتى يعطيهم السعر المناسب لهذا لهاي الكمية من الذهب، وكانت كمية كبيرة لا يستهان بها يعني. وفعلا بعد ما أبو هاني حسب السعر فتبين معاه أنه سعر هذا الذهب كبير شوي نوعا ما، وما عنده في المحل المبلغ كامل هذا. فقال هذول الأشخاص، قال لهم راح أعطيكم جزء من المبلغ وراح أحكي مع أحد الأشخاص أو مع ابني يجيب باقي المبلغ، يعني ما يطول أبو نص ساعة زمان يعني يكون موجود. قال له أوكي ما في مشكلة. وفعلا رفع السماعة أبو هاني واتصل على ابنه هاني. هاني كان زاير عند بيت حماه عند أهل زوجته، اتصل عليه وقال له ودي تجيب لي 10 مليون ليرة سوري بسرعة. وفعلا هاني شال حاله وراح على البيت، على بيت الصايغ هذا. فأبو هاني هين قال لك كمان مشان أحاول أختصر الوقت، جيرانه الصياغ كمان اتصل على أحد جيرانه من الصياغ أبو حمزة، مرحبا أبو حمزة. طبعا يودون أبو هاني، هذا أبو حمزة يود أبو هاني كثير، يعتبر بمثابة يعني مو بس أنه جيران وصياغ وأصحاب مصلحة واحدة، يعني في تعامل بيناتهم وفي ثقة ومن هاي الأمور. فاتصل أبو هاني بالصايغ جاره أبو حمزة وقال له ودي 5 مليون ليرة سوري وبعد ربع ساعة أو نص ساعة أرجع لك إياهن، في عندي زبون واشتريت منه بضاعة ودي أكفيله المبلغ. وبنفس الوقت اتصل أبو حمزة في الصايغ الثاني اللي على جهته الثانية كمان جاره أبو خالد، وقال له نفس الكلام يا أبو خالد. فهو ليش اتصل على أبو خالد واتصل على أبو حمزة؟ يعني قسم المبلغ هذا 10 مليون على الشخصين هذول جيرانه، ما بده يحمل أبو حمزة 10 مليون، حاول يخفف الحمل واتصل على أبو خالد قال له ودي 5 مليون وبعد نص ساعة تقريبا أعطيك إياهن، في عندي زبون واشتريت بضاعة ودي أكفله ثمنها. لما اتصل على أبو حمزة قال له تمام ما في مشكلة، بس أعطيني ربع ساعة في عندي زبون أخلص منه وأجيب لك المبلغ. وأبو خالد نفس القصة، لما اتصل عليه كمان قال له ما في مشكلة أهلا وسهلا أبو هاني، بس في عندي زبون بس أخلص منه ربع ساعة زمان وأجيك. وفعلا بعد ربع ساعة خلصوا الزباين من عند أبو حمزة ومن عند أبو خالد، ودخلوا أبو حمزة وأبو خالد إلى محل أبو هاني اللي صاير في يعني بين محل أبو خالد وبين محل أبو حمزة. دخلوا اثنين في نفس يعني طلعوا اثنين في نفس الوقت من محلاتهم وحاملين الفلوس معاهم ودخلوا على محل أبو هاني. لما دخلوا المحل ما شافوا أبو هاني وشافوا المجوهرات والذهب الموجود في على الواجهة أو في المحل، ما في أي ذهب نهائيا.
لما طلوا وراء المكتب او الكاونتر اللي يعني طاوله المحاسبه اللي يقعد وراها ابو هاني، والا ابو هاني مفارق الحياه والمحل عباره عن بركه من الدماء. خلال لحظات كمان جاء هاني، لانه هاني المسافه اللي تبعد عن المحل اللي يعني مسافه قدومه تقريبا صادف بعدهم بثلاث اربع دقائق، كان حاضر هاني وشاف الشوفه هذه وانصدم وصار يبكي وصار يصيح، وابو حمزه وابو خالد يهدونه طول بالك وكذا، وابلغوا رجال المباحث رجال البحث الجنائي، وجت رجال الامن على هذا المحل وتم رفع البصمات و يعني بدايه التحقيق بهذه الجريمه الغامضه. حققوا مع الكل، وتسجلت هذه الجريمة بعد 6-7 شهور ضد شخص مجهول. هذه الجريمة سجلت ضد شخص مجهول، وكثير من الجرائم اللي يكون القاتل فيها أو المرتكب هذه الجريمة يكون يعني حاسب حساباته مضبوط، وفي كثير من الجرائم تسجل ضد مجهول. فشنو اللي صار وكيف تم اكتشاف هذه الجريمة؟ بس حاب أذكر الإخوة والأخوات الاشتراك بالقناة، لأنه الكثير يندمج مع القصص والجرائم هذه وينسى الاشتراك. بارك الله فيكم، لا تنسونا من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلكم كل الفيديوهات، ولا تنسونا من اللايك لأنه اللايك يرفع الفيديو. بارك الله فيكم. هناك أحد الأشخاص أبو هيثم، يقولوا أبو هيثم، أبو هيثم هذا يكتب مسلسلات بوليسية، وكان في بداية 2001 تقريبا كاتب مسلسل ومقدمه إلى أحد المخرجين، وكان ينتظر الموافقة الأمنية على هذا، لأنه مثل ما تعرفون المسلسلات أو الروايات هذه تنعرض على الجهات الأمنية لحتى يتوافق عليها، تجي موافقة عليها، وكان ينتظر الموافقة هذه. فأحد المخرجين الثانيين مطلع على بعض حلقات هذا المسلسل اللي مقدمه أبو هيثم، وطلب منه مسلسل آخر من 30 حلقة، ويعني طلب منه أن المفروض المسلسل هذا يكون في وقت سريع، يعني ما معاه وقت كثير أبو هاني، عفوا أبو هيثم ما معاه وقت كثير لحتى يكتب هذا المسلسل. فكيف بده يحصل على يعني بعض الحلقات أو الأمور هذه اللي هي الجرائم؟ فأبو هيثم يعرف أحد المساعدين في أحد فروع البحث الجنائي في العاصمة السورية، وهذا المساعد مسؤول عن الأرشيف، أرشيف الجرائم، كل جريمة تحصل بعد التحقيق وكذا، ففي أرشيف تنحط إضبارة الجرائم هذه، كل جريمة وإضبارتها تنحط في هذا الأرشيف. فخطرت على باله أبو هيثم فكرة جهنمية، أنه يأخذ هدية لهذا الشخص اللي هو مسؤول عن أرشيف الجرائم في أحد الفروع، وفعلا راح لعنده وأخذ له هدية وطلب منه أنه يحصل على بعض الملفات لبعض الجرائم، وقال له أنا ودي أكتب وكذا. فما مانع هذا الشخص، وتفاجأ أبو خالد أنه قال له أوكي خذ اللي ودك يا، بس يعني الجرائم اللي هي الحديثة من 5 سنوات وجاي لا تقرب عليها، خذ على الأقدم. وفي الفروع هذه أو في الأفرع يعني الجرائم تكون يعني من 1950، يعني من نص 1950 وجاي موجودة كلياتها، بس كان تركيز أبو هيثم وده على الجرائم يعني الأحدث، ما وده يرجع على زمن بعيد كثير يعني. فقام أبو هيثم وفعلا أخذ حوالي 200 إضبارة من هاي الملفات، وراح على البيت أبو هيثم وصار يقرأ في هذه الجرائم وهاي القصص اللي مسجلة في هذه الأضابير. أبو هيثم عنده ابن هيثم عمره حوالي 23 سنة، يشتغل في سوق الهال أو في محلات الخضرة في دمشق، وكان هذا هيثم يعني تارك المدرسة، مو مكفي تعليمه يعني، لأنه يعني ما يحب
المدرسة، فكان ترك المدرسة وكان يشتغل على بسطة في سوق الخضرة. أبو هيثم كل يوم يقرأ في هاي الجرائم، وكان أبو هيثم يحاول يركز على الجرائم اللي تم اكتشاف مين القاتل ومين، يعني جريمة كاملة، وكان يحاول أنه ما يركز على جريمة اللي مسجلة ضد مجهول مشان قصة المسلسل وما مسلسل. فقام أبو هيثم وأم هيثم وهيثم يقرؤون في هذه الملفات. هيثم كان يعني تقريبا يرجع من شغله على الساعة 11-12 الظهر، يخلص شغله في سوق الخضرة ويرجع على البيت، فكان عنده وقت كافي أو وقت كثير أنه يقرأ فيه. وبالفعل يوم ورا يوم يعني حتى مرت أبو هيثم صارت بعد ما تخلص واجباتها المنزلية صارت تقرأ وتطالع في هذه الجرائم. ممكن أنها ممكن يعني بعض الجرائم أو بعض القصص أنها تكون فيها أحداث شيقة وتنبه أبو هيثم على أحدها يعني. وهيثم نفس الشيء صار يعني يوم ورا يوم أدمن على قراءة هذه القصص والجرائم، وكان يعني يحاول أنه بس وده يخلص من الشغل الظهر ويرجع على البيت مشان يقرأ ويراجع هذه الجرائم. صار عنده إدمان عليها يعني. وصار كان طبعا هيثم أيضا ما يحاول أنه يطلع على آخر التحقيقات في الجريمة ويعرف من القاتل، كان يحاول من خلال خياله الواسع وخلال ذكاؤه يحاول أنه يكتشف مين القاتل في هاي الجريمة اللي يقرأها قبل ما يعني يروح على آخر هاي الجريمة آخر التحقيقات ويعرف منه القاتل. في أحد الأيام تقع عينه على أحد الجرائم المسجلة ضد مجهول واللي هي قصة أبو هاني. فكان مكتوب في هذه في هذا الملف عنوان المحل ومكتوب كل شيء يعني بالتفصيل، والأقوال والأمور كلها مكتوبة في هذه الجريمة. وكان هيثم يروح يوقف قدام المحل وفعلا يشوف المحل مغلق، ويشوف محل أبو خالد اللي حده على اليمين ومحل أبو حمزة اللي حده على اليسار، ويتمعن ويتفكر يشوف مين هالقاتل هذا اللي قتل الصائغ أبو هاني وسرق مجوهراته وما ترك وراء أي أثر للجريمة. في يوم من الأيام كان هاني تقريبا يعني صباحا وهو قاعد يشتغل بسوق الخضرة، والجريمة هذه ظل أسبوع وهو كل يوم يرجع يقراها وده يكتشف مين هالقاتل هذا يعني العجيب الغريب اللي مو تارك وراه أي أثر. الساعة 10 هاني هيثم في سوق الخضرة، وفجأة اكتشف النصف الأول من الجريمة يعني من هو القاتل، ويقوم يشيل حاله ويروح على أبو حمزة وأبو خالد اللي هم الصياغ، وحاول أنه يحصل على رقم أو أنه يتواصل مع هاني اللي هو ابن أبو هاني الصايغ المقتول. وفعلا وصل لعند هاني، ولما وصل عند هاني قال له يا هاني أنا عندي معلومات عن من هو اللي قتل والدك وسرق المجوهرات وشنو تعطيني أنت إذا علمتك على القاتل. فهاني هنا شك بهيثم، قال لك هذا معناته ممكن يكون شريك للقاتل وحصل بيناتهم يعني مشكلة أو كذا، فقرر أنه يفسد عليهم أو يعلم عليهم. فقام مسك هيثم وأخذوا على أحد أقسام الشرطة. حاول هيثم أنه يتفلت أو يهرب ما قدر، وصلوا على قسم الشرطة وقالهم هذا شخص عنده معلومات عن جريمة القتل اللي حصلت اللي راح ضحيتها والدي. مسكوا هيثم الشرطة هين وصاروا يحققون معاه وكيف وما كيف وانت شنو عرفك بالقصة هذه. فصار يشرح لهم هاني هيثم عن ملابسات الجريمة، بس ما علمهم لحد الآن يعني مين هو القاتل. فقالوا انت كيف حصلت على معلومات الجريمة هذه وهاي المعلومات المهمة يعني كيف حصلت عليها. فبعد الضغط على هيثم قال لهم شنو قصة هذا الملف ومنين جابوه ومنين حصلوا عليه
وتعرض المساعد هذا اللي أعطاهم الملفات للمساءلة القانونية، وأبوه لهيثم أيضا تعرض للمساءلة. ولكن نرجع إحنا نشوف كيف هيثم قدر يكتشف بذكائه الجريمة هذه، جريمة القتل. بعد تقريبا 6 سنوات عرف من هو القاتل من خلال التحقيقات. طبعا هاني بعد الثراء اللي كانوا اللي كان فيه والده، وكانت عائلة غنية وعائلة ثرية وأموره تمام التمام، بعد ما صارت هاي الجريمة صاروا في فقر مدقع وأمورهم المادية سيئة جدا، ووالده ووالد هاني توفي ولا حول ولا قوة. فمن خلال التحقيقات كان مسجل الاعترافات بالحرف، يعني بالتحقيقات كلام أبو خالد كان مذكور وكلام أبو حمزة مذكور، هذول الصياغ جيران أبو هاني، وكلام هاني أيضا كان مسجل، وكلام زوجة أبو هاني، وكل الأشخاص اللي شكوا فيهم كله مسجل. وطبعا المحققين لما كانوا يحققون في هذه الجريمة الغامضة شكوا في أبو خالد، وشكوا في أبو حمزة، وشكوا في هاني اللي هو ابن أبو هاني. فكان كلام زوجة أبو هاني أنه مستحيل أبو خالد أو أبو حمزة أنهم يقدمون على هذا العمل ولا بأي شكل من الأشكال. حتى هاني يعني كان في محل اتهام أنه ممكن يكون أجا قتل أبوه وبعدين راح على البيت يجيب المصاري من باب الإيهام يعني. فكان الوقت يعني دقيق جدا، وبالفعل بعد الكشف على البريد الاتصالات تبين أنه أبو هاني متصل على بيت إحمال هاني، وكان يعني الوقت المستغرق هاني لحتى وصل المحل 23 دقيقة بالضبط، يعني مكتوب في الضبط تماما. فيعني هيثم من خلال قراءته لهاي الجريمة ولهاي الأمور حط أيضا الكل محل الشك اللي هم أبو حمزة وأبو خالد وهاني وحتى زوجة أبو هاني. فكلهم بعد ما تفحص وتمحص بهاي الأمور من خلال الاعترافات المذكورة كلها، تم استبعاد كل هؤلاء الأشخاص اللي تم التحقيق معهم من هذه الجريمة. فأبو هاني لما اتصل بأبو خالد قال له ربع ساعة وأجيك، وأبو حمزة نفس الشيء قال له ربع ساعة وأجيك. فهذول المحلين الملاصقين لمحل أبو هاني حاول المجرمين أنه يلهون أصحاب المحلات هذه، لأنه ممكن أثناء عملية السطو هذه وعملية القتل الجريمة هذه ممكن يصدر صوت. فالأشخاص هذولا اعتقد أو فكر هيثم أنه لازم أحد الصياغ هذول يعرف الزباين هذول، هو اكتشف النصف الأول. فمن خلال تحقيق الشرطة مع هيثم قالوا له هذا الشخص صادق وما له أي علاقة بجريمة القتل، وفعلا هو هم حاصلين على الملف هذا. فاتفق هاني وهيثم على، قال له يعني أنه شنو ودك أنت يا هيثم؟ قال له إذا رجعت المجوهرات وبين القاتل عن طريقي أنا شنو تعطيني نسبة بالمية من هاي المجوهرات؟ فقال له هاني أعطيك نسبة 10% إذا رجعت هاي المجوهرات وتم اكتشاف القاتل. قال له اوكي امشي معي. وين؟ قاموا راحوا لعند الصايغ ابو خالد، ادخلوا لعند ابو خالد هاني وهيثم. يا ابو خالد انت تعرف في وقت لما اتصل عليك ابو هاني الشخص الزبون اللي كان عندك تعرفه من قبل وزارك بعدين؟ قال لا ابو خالد، يعني جوني هذول الشخصين وأول مرة يجوني وبعد منها ما عد يجوني. ظل عنده أمل هيثم بأبو حمزة الجار الثاني الصايغ الثاني. راحوا لعند أبو حمزة وقالوا له نفس السؤال، يا أبو حمزة الأشخاص اللي جولة عندك لما اتصل عليك أبو هاني تعرفهم أنت؟ قال والله دخل علي رجل وامرأة، الرجل ما أعرفه بس المرأة أشوفها بشكل متكرر وهي عندها محل يعني قريب من محلاتنا وأعرفها. هنا يعني شبه وصل هيثم للنصف الثاني من
القاتل او معرفة القاتل. فراحوا ابو حمزة وابو وهيثم وهاني على محل هاي المرأة وقالوا لابو حمزة هذا شوف المرأة هذه هل هي هذه، تأكد منها. وفعلا تأكد ابو حمزة من المرأة وقال فعلا هي هاي 100%. وابلغوا رجال الشرطة رجال الامن، وجو رجال الامن اخذوا هاي المرأة، وبعد التحقيق خلال ساعات اعترفت هاي المرأة على جريمة القتل اللي حصلت، وكانت هي مشاركة في تلهية ابو حمزة هي وشخص معاها، والشخصين الثانيين ايضا ملهين المحل محل ابو خالد الثاني مشان يصير اذا صار صوت صار كذا. وكان في ثلاث اشخاص ايضا واقفين برا معطين ظهرهم للمحل لما دخلوا هذول المجرمين جوا، في حال انه يعني اي احد ودي يحاول يفوت على المحل ودهم يمنعونه باي طريقه كانت، في حال حدا حاول انه يدخل المحل. ففي في في لحظات في وقتها ما حدا دخل المحل وهم سكروا الباب لما دخلوا يعني. وكانت هذه المراه يعني المحل اللي فاتحته وتشتغل فيه كان حصتها من المسروقات اللي سرقوها هذه العصابة من أبو هاني وقتلوه. بعد التحقيق والأمور اعترفت هاي المرأة على القاتل، فكان هذا القاتل ضارب أبو هاني ضربة واحدة على العنق فقط لا غير، وأخذوا كل المجوهرات والمصاري الموجودة في محل أبو هاني. هنا بعد الاكتشاف، بعد اكتشاف الجريمة واكتشاف القاتل، قام هاني أعطى هيثم نسبة تفوق 10% من هاي المجوهرات بعد ما رجعوها، يعني رجع القسم الأكبر منها، أعطاه نسبة أكثر من 10%. وهاني عفوا هيثم أنا خربطت فيه أكثر من مرة، هيثم فتح محل خضار كبير في محل في يعني سوق الخضرة هذا، وصارت أموره تماما تمام. والقاتل اللي قتل أبو هاني تم الحكم عليه بالإعدام، والأشخاص اللي كانوا مشاركين معهم من ضمنهم المرأة هذه اللي اعترفت عليهم تم الحكم عليهم 7 سنوات لكل شخص. هذه نهاية القصة. أتمنى من الجميع اللي ما اشترك في القناة يشترك وفعلوا زر الإشعارات لتصلكم كل قصصنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.